الشمس بتطلع من الشرق وكمان القمر والنجوم، لكن الكسوفات الشمسية دي حكاية تانية بتيجي من الغرب، زي كسوف إبريل 2024 اللي هيحصل في أمريكا الشمالية، وكسوف أغسطس 2027 اللي هيكون في شمال أفريقيا. في شوية كسوفات عند القطبين بتروح شوية للغرب وبعدين تلف تاني وتروح للشرق، وده شكله غريب صح؟ طيب ليه الكسوفات ما بتتصرفش زي الشمس والقمر؟ السر في الحكاية دي إن مسار الشمس والقمر في السماء بيعتمد على سرعة دورانهم، لكن مسار الكسوف بيعتمد على سرعة القمر نفسه فوق سطح الأرض. لو وقفنا على القطب الشمالي وبصينا هنلاقي الأرض والقمر بيدوروا عكس عقارب الساعة، يعني ناحية الشرق. مسار القمر في السماء بيتحدد بالخط اللي بيننا وبين القمر، وعلشان الأرض بتدور أسرع من دوران القمر فالقمر بيبان إنه بيطلع من الشرق وبيغرب في الغرب، حتى لو هو في الحقيقة بيتحرك للشرق طول الوقت. فهمنا أكتر، أنا حاسس الموضوع صعب. بص الكسوف مختلف شوية، لأن مساره مش بيتحدد بالنظر للقمر لكن بالمكان اللي ظل القمر بيقع فيه على الأرض. ركز، ظل القمر، يعني احنا بنتعامل مع الظل وليس القمر، وظل القمر دايما بيبقى بعيد عن الشمس. القمر بيدور حوالين الأرض بسرعة حوالي 2000 ميل في الساعة، وظله كمان بيتحرك بنفس السرعة تقريبا ناحية الشرق، بس الأرض نفسها كمان بتتحرك ناحية الشرق بس بسرعة أقل، يعني على خط الاستواء بتتحرك بسرعة حوالي 1000 ميل في الساعة، والسرعة بتقل كل ما تروح للقطبين، فظل القمر بيعدي على الأرض بسهولة وبيخلي الكسوف يبان إنه جاي من الغرب للشرق. يعني لو حسبناها وجه الأرض عرضه حوالي 8000 ميل، فالقمر وظله بيعدوا الأرض في حوالي 3 ساعات ونص، بينما أي نقطة على الأرض بتاخد 12 ساعة علشان تعدي من ناحية للناحية التانية. والموضوع ده ممكن يبان إنه غريب شوية، إن القمر بيتحرك بسرعة أكبر من دوران الأرض، بس ده لأنه بيسافر مسافة طويلة جدا في مداره حوالين الأرض اللي بياخد شهر كامل، ده بيعادل حوالي 2000 ميل في الساعة. وعلشان نفهم ليه الكسوفات بتتحرك من الغرب للشرق، ده مجرد صدفة بسبب السرعات اللي بيتحرك بيها الأرض والقمر. لو كانت الأرض أكبر مرتين أو القمر قرب كان ممكن الكسوفات تتحرك من الشرق للغرب. وبالنسبة للكسوفات الغريبة اللي بتتحرك غربا جنب القطبين، ده بيحصل علشان محور دوران الأرض مائل، فظل القمر ممكن يتحرك ناحية الشرق بس بيصب جزء من الأرض اللي في الجانب الليلي. أنا عبد الرحمن زودي، ودي أول حلقة ممكن تشوفها في الوطن العربي بتتكلم على فكرة الكسوف. ياريت بقى تدعمني بلايك وشير وتفعل الجرس علشان أستمر في تقديم المحتوى.